السلام عليكم. سلام عليكم، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. انا دلوقتي ما بصليش خالص، اعوذ بالله. وصراحه والله يعني حاولت اصلي ياما والشيطان دايما مسيطر عليا، اعوذ بالله، وادج ارقام وحياتي من على الهاتف بتجي لي وحش على طول محموم، ما بصليش خالص، ولو صليت الشيطان بيجي لي في الصلاه بيقطع على نفسي. انا اسالك سؤالا، اتفضل. انت تعرف سورة الماعون؟ لا أنا مش حافظ القرآن. ألا سورة صغيرة، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ حافظها دي. كملها كده. إذا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل لمن يا أخي الكريم؟ للذي يصلي ويترك الصلاة حتى يخرج وقتها ويصلي بعد الوقت. فما ظنك بالذي لا يصلي؟ يعني إذا كان الله قال فويل قائله هو الله في القرآن، أنت مسلم وتصدق بالقرآن، إذا كان ربنا قال فويل للمصلين، ويل فيها قولان، واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، واد في جهنم يصيل إليه صديد أهل النار، أي يشرب منه تارك الصلاة. والقول الثاني عذاب شديد ووعيد أكيد بالعذاب لمن يصلي لكنه يصلي بعد انقضاء الوقت. بالذي لا يصلي، إن الذي يتوضأ ويترك مكانا في رجله لا يصيبه الماء يعذب هذا المكان، فما ظنك بالذي لا يتوضأ من الأصل؟ فاتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، بارك الله فيك.